عملية تفتيش عادية من طرف الشرطة الأمريكية انطلقت بشكل إيجابي وجيد لأن الشخص كان يتكلم بطريقة جميلة، لتكتشف الشرطة أمر غير متوقع. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، صلوا على النبي المصطفى، لا تنسوا الضغط على زر اللايك، بارتاجيو وانشروا المقطع هذا في كل مكان، اشتركوا في القناة، ويلا شوفوا ما الذي حدث وسأقوم بالترجمة بطبيعة الحال. هنا الشرطة يعني قالوا يعني كنت تسرع، وهنا هذا الشخص يقول له نعم أنت محق، قال له كنت مسرع، قال له كنت مسرع أوكي، قال له أعطيني التأمين وأعطيني رخصة سياقة، قال له رخصة سياقتي هي في البيت، قال له يعني أنا جئت من أجل شراء الأكل فقط، قال له هذه يعني بطاقة سيارة وثقة سيارة فيها اسم صديقتي، قال له شحال عندك الحشيش في السيارة، قال له أنا شم رائحة حشيش، قال له هذا ما عندي فقط، هذه مخدرات طبيعة الحال يا زلمة، قال له أقسم بالله، قال له أقسم بالله أنا من الليل الماضية، قال له هل عندك أي شيء آخر يعني ممنوع يعني أسلحة إلى آخره، قال له أي شيء ممنوع يعني، قال له هل أنت يعني متأكد، قال له نعم أنا متأكد. هنا هذا الشخص كذب على الشرطي والأمور أصبحت يعني نوعا ما في صالح الشرطة، هنا أصبح ضده. هنا الشرطي يعني يشاهد طبيعة الحال السيارة، قال له يعني هذا صديقتك يعني نظيفة جدا، قال له يعني وضع البلاستيك على الكراسي إلى آخره، قال له يعني هذه الحقيبة الموجودة داخل السيارة لمن؟ قال له هي خاصة بابنتي، قال له هذا خاصة بابنتي، قال له هاك شوف يعني، قال له يعني هاي وفيها موجود يعني كل ملابس طبيعة حال ابنتي. هنا جاء الشرطي، هنا رأى الشرطي يتكلم مع صديقه بطريقة ضحك يعني، قال له يعني نبيع حالك ب$30,000 يعني السيارة، قال له يعني نبيع حالك يعني رامي يتكلموا على بيع السيارة وشراءها. أها. هنا راه يتكلم مع الشرطي من الجهة الأخرى. يعني قال له من سيقوم بإصلاح هذا الريمز؟ قال له يعني عندك خلل في السيارة. قال له هذا أين هي الخدشات؟ قال له تعال وانظر إليها. قال له يعني أنا مانيش عارف باللي فيها خدشات هذه السيارة، لأنه قال في البداية أنها سيارة صديقته. قال له توقف عن المزاحمة، قال له يعني هاي الخدشات هنا، شوف يعني يتكلموا معاه بأريحية، يتكلموا معاه باحترام، هو يتكلم بطريقة محترمة هو الآخر، ولكن ما خوفه أعظم. قال له هذا الريمس يعني، قال له لما تترك يعني صديقتك تقود، يعني في البداية قال بأنه السيارة سيارة صديقتي، ثم يقول بأنه لما صديقة تتصل أوكي. هنا راح يأخذ الشرطي طبيعة الحال اسمه ولقبه من أجل أنه يبحث عنه في سجلات الشرطة أوكي. يعني هنا راه يقول له يعني يقول يعني الصديق اللي يقول الشرطي، قال له باللي كنت ادري بان الشرطه ممكن انها توقفني لانه السياره سريعه، والشرطه عاده ما توقف طبيعه الحال الاشخاص اللي يقودوا هذه السيارات. اها. هنا الشرطي كان يتكلم مع الشرطي مع هذا الشخص، صديق الشرطي كان يبحث طبيعه الحال عن اسم هذا الشخص، والان يعني دخل في مجموعه من المشاكل. زي المشاهدين تابعوا جيدا، تابعوا جيدا. قال له يعني انا اعمل في العقارات، قال له ابيع سيارات، ابيع المنازل الى اخره، قال له ابيع كل شيء. قال له يعني اسم الشركة تاعه ومكانها طبيعة الحال. يعني أنا راح أتكلم عن البيزنسز اللي يقوم بها. قال له أنا أتي إلى هنا من أجل رؤية يعني ابنتي اليوم عيد ميلادها. قال له كم عمرها؟ قال له هي عمرها 9 سنوات. الشرطي قال له مرة أخرى عمرها 9 سنوات. قال له هذا سن جميل. هنا الشرطي جاء عنده قال له سأسألك مجموعة من الأسئلة. هذا الشرطي اللي كان داخل سيارة الشرطة يبحث عنه في السجلات. قال له اعطيني رقم يعني الامن، رقم التامين عفوا. قال له يعني اعطيني رقم التامين الخاص به. قال له رقم التامين، هنا راه يعطي له رقم التامين الخاص به من اجل انه يتاكد الشرطي هل هو شخص حقيقي يعني اعطى له اسم حقيقي ام لا. هنا الشرطي نوعا ما تغير وجهه، شوف ملامح الشرطي تغيرت بعد ما كان يضحك وبشوش، تغيرت ملامحه يعني اوكي. قال له ما هو العنوان تاعك؟ كي راه يعطي له في العنوان اين يقيم، مكان الاقامه. قال له كان عندك وارنت، يعني كان عنده بطبيعه الحال مشكل مع العداله من قبل وما كذب على الشرطه. قال له ما كانش عنده. قال له الان، قال له الان انا تاكدت بانك لست انت من هذا الاسم، لست ليس ملكك يعني، انت لست هذا الشخص اوكي. ما هنا راه الشرطي بذكاء يتكلم معه، قال له اعطيتني يعني اسم غير حقيقي. هنا الرجل طبيعة الحال عرف بأنه قام بالعديد من الأخطاء ولا يوجد مكان للهروب له الآن. قال له ما عندك حتى آي دي، ما عندك حتى بطاقة تعريف موجودة عليك الآن. أه.
هذا راح يحاول يشرح للشرطة سبب أنه كذب، حاول اسمه، قال له بطبيعة الحال ما عندي حتى مشكل مع العدالة، وقال له أعطيت لك يعني اسم يعني خاطئ بطبيعة الحال من أجل أني نتجنب مشاكل في سيارة صديقتي إلى آخره. أه. هنا قال له يعني عندي كل المعلومات حول اللايسنس الخاصة بك يعني بطبيعة الحال، قال له عندي كل المعلومات يعني بمجرد أني نكتب يعني رقم بطبيعة الحال اللايسنس بليت الخاص بك. هنا بطبيعة الحال الشرطي بعد ما كان يتكلم معها أعزائي المشاهدين باحترام الآن أصبح يتكلم معها بطريقة يعني ما أغريسيف. قال له ما هو تاريخ ميلادك الحقيقي؟ لا قال له سأكذبت علي في كل شيء. يعني هنا اكتشف الشرطي بأنه هذا الشخص يعني لم يقل له أي حاجة يعني حقيقية، أي شيء حقيقي. قال له ما هو اسمك الثاني؟ قال له كذبت علي في كل شيء. هنا اكتشف، قال له أنت لست يعني صادق نهائيا. هنا نبدأ الشرطي نوعا ما يعني أي شخص نوعا ما تتعامل معه في البداية تكون باند يكون جميل جدا، ثم يعني لما تكتشف بأن الشخص يكذب عليك مهما كانت علاقتك مع ذلك الشخص حتى وإن كانت صداقة تكره يعني نوعا ما وما تحسش روحك شعر بالأمان. أوكي. أوكي. هنا راي يتكلم طبيعة الحال على يعني تيكت كان عنده من قبل، قال له يعني دفعت وخلصته ثم قالوا لي لم تدفع ثمنه، ثم قال له سأدفع ثمنه مرة أخرى. وهنا الشرطي يقول له يعني لم تدفع في الوقت. طبيعة الحال يعني كان عنده مشكل مع يعني في ولاية أخرى في ولاية إنديانا. مهم هنا راي يتكلم طبيعة الحال عن أمور من أجل الهروب طبيعة الحال. قال له لم يوقفني بأني كنت مسرع، قال له ما كنت مسرع. قال له أنت كنت تعترف لنا قبل فترة بأنك كنت مسرع. هنا بطبيعة الحال يحاول الهروب من المأزق، ولكن الشرطي يعني كان مازال عنده أمر آخر يريد أن يتكلم معه. أوكي. هنا بطبيعة الحال يتكلم بمزاح، يعني عنده طريقة الكلام تاعو نوعا ما تخليكش يعني تشك فيه، ولكن الشرطة عندها خبرة ما تكفيها، كاين قانون فوق الكل بطبيعة الحال. قال له بطبيعة الحال هذا الوارنت وهذا المشكل اللي كان عندي يعني منذ سنوات طويلة. هنا يتكلم في الهاتف، قال له بطبيعة الحال يعني يتكلم، قال له بأني كنت مسرع، يعني يتكلم ممكن مع أحد أصدقائه. قال له الشرطي عندي أخبار سيئة أو أخبار جيدة. قال له ما هو الخبر سيء؟ قال له يعني يجب أني أوقفك يعني لأنه ما عندكش يعني تأمين خاص بالسيارة. قال له عندي تأمين بالسيارة. قال له أدفع مبلغ يعني $400 للشهر يعني من أجل هذا التأمين. أوكي. قال له تعال إلى هنا بسرعة. قال له وضعت الهاتف هنا. قال له ما عندك أي شيء يعني في الجيب تاعك، أي شيء ممكن يجرحني، ممكن سلاح، ممكن أي شيء آخر. قال له أنت عندك وارنت سيتم إيقافك الآن، طبيعة الحال سيتم توقيفك. طبيعة الحال هنا هذا الشخص يدخل في حالة صدمة. قال له يعني سأكون يعني طبيعة الحال محترم معك وانزع ساعتك. قال له انزع ساعتك الآن. قال له لم أدفع الوارنت. مهم هنا يعني راهي نوعا ما يحاول يراوغ، ولكن الشرطة في ملفاتها عندها بأنه هذا الشخص هو شخص عنده سوابق طبيعة الحال وكذب على الشرطة وكذب لهم في الايدنتيتي، وقال لهم لا أملك أي شيء يعني لا أملك أي سلاح وأي مخدرات. هنا كذب على الشرطة. شوف معي بطبيعة الحال ما الذي سيحدث. تم إيقافه بطبيعة الحال. هنا راه يقول له بطبيعة الحال يعني عندك العديد من المشاكل. صديقة بطبيعة الحال هذا السائق اتصلت بالشرطة، ولكن الشرطة لم تقتنع بكلامها، حاولت أنها تقنع الشرطة إلى آخره، ولكن لم تقتنع الشرطة بكلامها. الشرطة هنا يقول لهم يعني يقولها يعني غير كافي هذا الأمر، ليس بإمكاننا أن نشوف الأمور لكي تكلمي عليها. قلت له يعني ليس من عملنا أن نذهب إلى شركة التأمين. قال يعني شركة التأمين يعني تأمين سيارة يكون في السيارة يعني. هنا راي يقسم لهم، قال لهم أقسم بالله أنه عندي تأمين.
اوكي. انا الشرطي طبيعة الحال لما ادخل الرجل داخل سيارة الشرطة دخلوا يعني حاولوا تفتيش سيارة ذلك الشخص فعثروا على اسلحته يا عزيزي المشاهدين. اوكي. هنا الشخص يعترف للشرطي بعد ما قال له ما عنديش اسلحة قال له سلاحي عنده الوثائق. هنا بطبيعة الحال دخل في مأزق اخر. هنا راه يتكلم يحاول يشرح له القوانين. طبيعة الحال قال له ما الذي يجب ان اعمل من اجل ان يسترجع سلاحي. هنا راه يقول له الشرطي يعني كذبت علي باسمك من اجل انك تغطي على سوابقك العدالية. اها. وقال له كذبت علي ايضا في حوزتك للاسلحة زي المشاهدين. كثير منكم ممكن يتساءل يقول لي يعني ما فائدة هذه الفيديوهات. أعزائي المشاهدين هذه الفيديوهات هناك فئة كبيرة من المتابعين والمشاهدين يحبون مشاهدتها، ولكن هذه الفيديوهات موجودة ومتاحة في اليوتيوب وفي مواقع مختلفة في الانترنت ولكن باللغة الإنجليزية، وليس كل الناس اللي يحبوا يشوفوا هذه الفيديوهات ويريدون مشاهدتها ومتابعتها يعرفون ويفهمون اللغة الإنجليزية. لذلك أنا هنا من أجل ترجمة هذه الفيديوهات وتوضيحها بطريقة أفضل لكم وللمشاهدين المهتمين، ولكن في صفحتي وفي قناتي لا أقوم بنشر فقط فيديوهات طبيعة من نفس النوع. أنا أنوع أعزائي المشاهدين، هناك قصص، هناك ردود أفعال، هناك ترجمة، هناك يعني العديد من الفيديوهات في قناتي وفي حسابي. لذلك أعزائي المشاهدين هذا الفيديو للأشخاص المهتمين. كانت هذه بطبيعة الحال كادت أن تكون نهاية وخيمة، لأنه لو كان يعني السلاح في موضع نوعا ما صعب، لو كان في جيب ذلك الرجل تحرك طريقة سريعة ممكن كان يعني بإمكانها أن تنهي حياته. أعزائي المشاهدين كل يوم هناك وفيات في أمريكا بسبب طلقات النار من طرف عناصر الشرطة، سواء ما يسمى بالبوليس سويسيد يعني سويسيد بواسطة الشرطة يعني انتحار بواسطة الشرطة، أو هناك أمر آخر يعني أشخاص يقومون يعني بتحركات نوعا ما تحت الضغط وتحت الخوف ممكن تحت الغضب يقومون بإخافة الشرطة والشرطة تطلق عليهم النار ويموتون يعني يوميا. أعزائي المشاهدين أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم هذا الفيديو. لا تنسوا الضغط على زر اللايك، اشتركوا في القناة، فعلوا زر التنبيهات وبارتاجيو وانشروا الفيديو هذا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.